عليكم أطفال يا رب، حسبنا الله عليك ويا الدول، حسبنا الله عليك يا رب. لا يملك هؤلاء إلا الدعاء على من ظلمهم ومن سكت على ظلمهم. بعد 30 يوما في صمت غير مسبوق، فدول العالم في تجمعها الدولي لا تستطيع أن تخرج قرارا ينقذ الأطفال والمدنيين من مجازر باتت يومية. حتى العرب الذين انتظروا قرابة الشهر ليعلنوا عن قمتهم المرتقبة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وحتى معبرهم الوحيد على غزة لا يملكون قرار إيصال المساعدات منه. أما دول ما تسمى المقاومة والممانعة فقد صنفت ما يحدث في غزة بالحرب الفلسطينية لتترك من يفترض أنهم حلفائها فريسة لعدو لا يرقب في مدني ولا مقاوم إلا ولا ذمة. بعض بيقول السيد بده يعلن عن دخول المعركة. نحن دخلنا المعركة من 8 تشرين أول. حفظا لماء الوجه فتحت تلك المقاومة معركة كبرى على عمود بمزارع شبعة. أما كبيرهم المرشد الإيراني خامنئي فقد أكدت خارجيته أنه إذا واصل الاحتلال جرائمه فميليشياته في المنطقة ستتدخل بشكل أكثر جدية. تصريح فتح الباب لطرح تساؤلين عن حجب الجرائم التي ستقنع إيران بالتدخل، ولماذا بميليشياتها دون حرسها الثوري كما فعلت في العراق وسوريا. تساؤلات كثيرة بوسم الوجع الذي يعيشه أهالي أكثر من 10,000 قتيل في غزة وعشرات الآلاف من المصابين وتشريد أكثر من 1,000,000 مدني فقد بيته تحت القصف. أما المقاومة فلا خوف عليها، وقد آلت على نفسها أن لا يعود جنود الاحتلال من كل عملية إلا منكسرين، فتوغلات الاحتلال وتكرارها بذات الطريقة تكشف حجم العنجهية التي تسيطر على متخذ القرار في الكيان المحتل. الكل متورط في هذه الحرب التي آثرت حكومة الاحتلال إلا أن تكون نهايتها ونهاية رئيسها المطعون في كرامته، فقرر أن يحرق الجميع مبتدئا بطرف ثوبه، لأن التاريخ سطر قواعده ومنها أن الأرض تقاتل مع أهلها وأن الحق لن يضيع طالما أن وراءه مطالب. هذا الزيتون اللي خلعته قبل ما أنت تيجي هان انزرع هذا الزيتون.